لكن نرجع لعبد الرحمن فوزي بقى، ولما نجيله صورتين ثلاثة أربعة هنا جايبها له ما بين حياة جميلة، إزاي هو قاعد يعني خلص كورة وقاعد إنسان عادي. إحنا هو لعيب رياضة ما شربش دخان بعد ما بيبطل ما بيشرب، ها لعيب رياضة تاريخ عظيم عبد الرحمن فوزي دوت. نجيب قصته بقى، هو لعب في النادي المصري بورسعيد المحترم كام سنة، وبعد كده قبل كأس العالم ها قابل مصطفى كامل منصور. ها وفي نقطة هنا جميلة حلوة، مصطفى كامل منصور هو أول حارس لمصر في 1934 كان النادي عبد الرحمن فوزي. تمام. دي صورة، دي صورة واضحة بقى خاصة جدا. احنا في ثلاث أربع صور بقى ممتازين. جايبهم منين بس؟ أنا عايز المصدر بتاعك فين بجد؟ مصادر كتير، تاريخ وأرشيف. ماشي. أنا بيصنفوني كمؤرخ رياضي فني اجتماعي. ولك مصادرك بقى اللي بتجيب منها ده عايز اقول لحضراتكم استاذ محمد بيجيب جرايد من مش عارفه من سنه كام والله، الجورنال زي ما هو، الورقه برده كويسه بتحافظ على الحاجه بشكل كده. بص بعمل ايه، بجمع كده صوره مجله جورنال ده 82 بقى، ده عدد ايه ده انا جايبه بس عجبني عشان كنت بحب الكابتن بيليه أو زمان. كابتن بيليه كان ظاهره واعظم لعيب جابته الكره العالميه، ثلاث بطولات كاس عالم، ها اكبر اهداف في مستوى العالم، حريف جميل، كان ايقونه الرياضه دي، كان ايقونه كره القدم. لا ونمره 10، لابس نمره 10، نمره بنحبها. ها فاحنا نقول ان المصادر ممكن تكون صوره فوتوغرافيه اصليه، مجله نادره ساعه ما كانت نزلت، في مجلات ملهاش ارشيف بتلاقي فيها صور مهمه كوادر طبعًا معينه طبعًا. الكابتن عبد الرحمن فوزي قليل اول ما تلاقي حاجات ليه. اتنقل بقى نرجع له تاني من المصري، فبالصدفه كده هو كان زمان غير دلوقتي الاحتراف، عايز تروح هنا تلعب عايز تلعب هنا تلعب. فكان هنا في نادي الاهلي بيلف تراك رياضه، وكان نازل وكان في مدرسه محترمه جدا خرجت نجوم عظماء في النادي الاهلي، وهي مدرسه السعيديه طبعًا. اللي هي عندنا طبعًا في الجيزه دي، مدرسه عظيمه وتاريخ جميل قوي، خرجت ناس كتيره قوي يعني طبعا عباقره في كره القدم. دايما اوائل الثانويه العامه في فتره من الفترات دايما كانوا بيبقوا من طبعا خريجيها. كان ساعتها السعديه في الجيزه وفي القاهره الخدويه ومدارس كتيره، كان ساعتها في دوري اسمه دوري المدارس وحاجات جميله كده بتطلع نبوغ من الرياضيين. كان بيلعب في المصري فتره، جه هنا زياره ها في مصر وبتاع، فقابل مصطفى كامل منصور حارس الاهلي فاقنعه يخش الاهلي، لعب في الاهلي سنه وبعد كده راح لكأس العالم، رجع من كأس العالم ها كان رفعت باشا ده كان احترام كله طبعا، كان رئيس نادي المصري، اتكلم مع محمد حيدر باشا كلمه، كان ساعتها الزملكاوي كبير وكان رئيس نادي الزمالك ورئيس الجيش المصري، مع بعضين لو سمحت احنا عايزين نلعب معانا، لعب 12 سنه. عبد الرحمن فوزي بقى نرجع بقى تاريخ، هو اول هداف لمنتخب مصر في اشتراكها في كأس العالم، هو الوحيد الذي احرز هدفين. يعني بقى نقول مونديال 4 سنه 34 ده لا ينسى عن 90 كمان. لا ده يختلف عشان دي اول بطوله لينا، حاجه كانت في ذاكره الناس بشكل اكبر يعني. وببساطه ولا اعلام ولا ميديا ولا كابتن عبد الرحمن فوزي رحمه الله قعد لغايه ما توفى قال لك انا اللي رفعت راس مصر، انا اللي جبت الجونين، انا اكرموني ادوني. لا 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 ده كان راجل بيلعب باسم مصر وانتقل لمكان لمكان لمكان، في عنده كده يعني حتى توفى. وفي صور ليه جميله، يمكن حاجات جميله كانسان، كقاعد في وسط الناس، كقاعد في بيشرب شاي، في صور مختلفه. فمن هنا نقول ان اول بطوله 34 هي اول بطوله اشترك فيها مصر. 38 مصر ما اشتركتش. بس بنروح 38 حصل معانا ايه في 34؟ احنا لما شاركنا بقى في النسخه دي عبد الرحمن فوزي جاب جونين والمجر تفوقت علينا طبعا 4-2 وطلعنا من الدور الاول 4-2. حضرتك بتقول وقتها كان اللي بيتغلب خلاص بيخرج هي فرقه تخرج خلاص يجي. وخد ومين اللي خد البطوله دي؟ ايطاليا. ايطاليا كانت بتلعب ببطوله على ارضها، وبالذات شوف ايطاليا واخده ثاني بطوله والنهارده خرجت من كاس العالم وحاجه غير متوقعه من مقدونيا. كلنا قاعدين نقول هتلعب البرتغال، لعبت مقدونيا. مفيش كبير في كره القدم بجد يعني، حاجه غريبه جدا. بتدي اللي بيعرق، بتدي اللي بيجتهد، بتدي اللي هو بيعطي. واحنا عندنا الوطنيه وعندنا حب لبلدنا تخلينا لو في فرق امكانيات، لا احنا ممكن نعوض ده بالمجهود والعرق.